وفي أخبارنا الرياضية التقى نائب وزير الشباب والرياضة منير الوجيه في العاصمة المؤقتة عدن ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في بلادنا نيسور أوم هوهانجي لتوديعه بعد انقضاء فترة عمله في بلادنا. هنأ رئيس اتحاد كرة القدم الشيخ أحمد صالح العيسي رئيس الاتحاد المغربي السيد فوزي لقجع بتحقيق المنتخب المغربي لكرة القدم أول إنجاز وتأهل عربي ومغربي إلى الدور الربع النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم. بدأت بمدينة عتق فعاليات الدورة التنشيطية واختبارات اللياقة البدنية والتي ينظمها الاتحاد اليمني لكرة القدم وتحت إشراف اللجنة العليا للحكام وبتنسيق مع فرع اتحاد كرة القدم ولجنة الحكام بمحافظة شبوة، ولأول مرة بمشاركة 50 حكما من حكام الدرجة الأولى والثانية من مختلف محافظات الجمهورية. برعاية وزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري ومحافظ عدن أحمد لملس اختتمت في العاصمة عدن منافسات بطولة تنس الكراسي التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة بالشراكة مع الشبكة الوطنية لمناصرة حقوق ذوي الهمم وبدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.